السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم بإذن الله سيكون عن أحكام وآداب الاعتكاف في العشر الأواخر. وهذه الدروس وما تقدم قبلها من دروس نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، ونجعلنا وإياكم إياكم من أهل العلم العاملين، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجزي رئاسة شؤون الحرمين الشريفين خير الجزاء على ترتيب وتنظيم هذه الدروس ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالرئاسة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وما يبذلونه في نشر العلم وترتيبه، بمن نسأله ذلك منه وكرمه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ هذه البلاد وولاتها وعلماءها من كل سوء وشر، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم بالإسلام وأن ينصر الإسلام بهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يعز كلمته ويظهر الحق والدين بمنه وكرمه، آمين. ولا شك يا إخواني أن تعلم الأحكام الشرعية إما أن تكون أحكاما واجبة وإما أن تكون أحكاما مستحبة. فالأحكام الواجبة يجب على المكلف أن يتعلمها، وهي على نوعين: نوع لازم للمكلف دائما وهو ما أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى من الواجبات الراتبة، فيتعلم ما يحتاجه وما يعبد الله به على بصيرة في الصلوات الخمس، وكذلك الصوم بشروطه، وكذلك إذا وجب عليه الحج، وإذا وجبت عليه الزكاة. وهنالك واجبات عارضة تعرض للمكلف عليه أن يتعلم أحكامها، مثل الاعتكاف. فالاعتكاف له أحكام، له أحكام واجبة وله أحكام مستحبة، فيشرع للمكلف أن يتعلم أحكام الاعتكاف، القدر الذي يؤدي به العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعبد يجب عليه أن يؤدي العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرك ونهاك، ولا يمكن أن تؤدي ما أمر الله به سبحانه وتعالى إلا بأن تعلم أمره، وكذلك تجتنب نهيه بمعرفتك بما نهى الله عنه. فالعلم هذا واجب، ولا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر من الأمور لله فيه حكم وهو لا يعلمه، مثل من يريد البيع والشراء، فإن عليه أن يتعلم الحقوق الواجبة أو يتعلم القدر الذي يمكن أن يؤدي به هذه المعاملات على وجه صحيح، حتى لا يقع في الربا، حتى لا يقع في القمار، حتى لا يقع في الغرر، حتى لا يقع في الخداع. فلا يسأل بعد ذلك، بل عليه يتعلم هذه المعاملة التي عرضت له. ليس المعنى أنه يكون عالما بالأحكام كلها البيع، لا، ما يعرض له. التوسع لذلك أمر مشروع ومطلوب، وهو أفضل من نوافل العبادات عند جماهير العلماء. كذلك الرجل والمرأة حين يكون بينه وبين أخي عقد، أو في شركة، أو في دائرة حكومية، فإن هذه العقود لها شروط وحقوق واجبة، يتعلم أحكام هذه العقود والشروط. وكذلك الرجل إذا تزوج، والمرأة، كل منهم يجب أن يتعلم الحقوق الواجبة عليه تجاه أهله
والمرأة يجب عليها أن تتعلم الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها. ولهذا أكثر المشاكل تقع بين الزوجين بسبب التقصير في العلم بالحق أحد الزوجين. وإلا لو علم الرجل حق المرأة والمرأة علمت حق الرجل الواجب على كل منهما قبل الآخر لا ذهبت كثير من المشاكل. ولو حصل كثير من المشاكل فإن العلم يزعه ويدفعه إلى أن يؤدي الحق الواجب، لكن إذا كان جاهل فإنه قد يركب رأسه الرجل والمرأة، فكل منهم يصر على ما هو عليه فتقع الخلافات والنزاعات وقد يقع الفراق. ثم إذا ولد له أولاد فإن عليه حقوقا أخرى، يجب أن يتعلم الحقوق الواجبة وما يلزمه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأن عليه أن يعلمهم ويؤدبهم كما قال السلف رحمة الله عليهم. وهكذا كل أمر من هذه الأمور فإن فيه أحكام يشرع للمكلف أن يتعلمها. وهذه الأحكام في الحقيقة ليست تكليفا، بل هي عين السعادة وعين الرضا حين يتعلم الأحكام، يجد فيها الأنس والراحة والطمأنينة، حتى إنه يؤدي هذه الحقوق لأهله، والمرأة تؤدي هذه الحقوق لزوجها، وكذلك يؤدي الحقوق لأولاده، وأولادهم كذلك يعلمهم ما يجب عليهم تجاه والديهم، فإنه يؤديها بطمأنينة وراحة وأنس ولذة، لأنه يتعبد لله سبحانه وتعالى، فتكون سعادته وراحته وأنسه بهذه التكاليف التي في الحقيقة ليست فوق الطاقة، بس سميت تكاليف لأن الله كلفه بها، ولأن هذه التكاليف لا تلزم إلا المكلف وهو العاقل البالغ بشروطه. وهكذا كل أمر من الأمور التي شرع الله سبحانه وتعالى ويتوجه العبد إليها للعمل بها أو لأدائها. ومن ذلك هذه المسائل التي نتطرق إليها بإذن الله، وما تيسر من المسائل المتعلقة بالاعتكاف أحكاما واجبة ومستحبة وما يلحق بذلك من بعض الآداب. ونعلم أن الأحكام ولله الحمد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام واضحة وبينة، ما على المسلم إلا أن يجتهد في النظر والتعلم والبحث، وهو على خير، وهو على خير عظيم. هذه الليلة ليلة 21، وهي أول ليالي العشر الأخير، وهي أفضل العشر الأواخر، وهي أفضل عشر رمضان، العشر الأول، العشر الأوسط، والعشر الأخير. فهذه المسألة هي المسألة الأولى المتعلقة بهذا الدرس. فالعشر الأواخر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف فيها، وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا دخل العشر شد المئزر وجد وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، جد وشد المئزر. وأنه يخصها عليه الصلاة والسلام بمزيد من العمل ومزيد من الاجتهاد ما لم يكن يصنعه قبل ذلك. وهذا جاء في رواية عند أحمد أنه كان يخلط العشر التي قبل الأخير بشيء من نوم، فإذا جاءت العشر جد عليه الصلاة والسلام، شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، العشر الأواخر. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر كل عام، ومرة ترك الاعتكاف ثم قضاه في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام، في العشر الأواخر.
وكذلك ورد في أحاديث أخرى، لكن المقصود هنا هو الإشارة إلى فضل العشر. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف رمضان، جميع رمضان، لكن في مسلم صريح أنه اعتكف من أول رمضان، وأنه كان يطلب ليلة القدر ولم يعلم ليلة القدر في أي رمضان. فلما كان في العشر الأوسط واعتكف عليه الصلاة والسلام، ففي ليلة أو في صبيحة 20 من هذا الشهر مثل اليوم، أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من القبة وقال: إن الذي تطلبون أمامكم، ومن كان معتكفا معي فليعتكف، يعني يريد أن يعتكف العشر الأخير. وقال: إن الذي تطلبون أمامكم، إن الذي تطلبون أمامكم، وهو ليلة القدر، وإني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فمن كان معتكفا فليعتكف معي. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمطرت السماء تلك الليلة، وهي ليلة 21، مطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد مسقوفا بالجريد، وكان على جذوع النخل. قال: فصلى بنا عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، ثم التفت إلينا وقال كما تقدم: إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. فتبين أن ليلة القدر في تلك في ذلك العام كانت ليلة 21. هذا سيأتينا إن شاء الله أن ليلة القدر متنقلة على الصحيح، وقد تنقلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ليلة كانت ليلة 21، أو في عام كانت 21، وفي عام كانت في 23، وفي عام كانت في 27، وذكر أيضا أنها وقعت في رواية في ليلة 24، يعني في الشفع. هذه العشر أفضل هذا الشهر، هذه العشر فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، ولهذا يشرع للمسلم أن يجتهد فيها وأن يكثر فيها من أعمال الخير والبر والإحسان والصدقة وكثرة الذكر. وإذا كان في بيت الله الحرام، في بيته سبحانه وتعالى، فهنالك عبادات أخرى كونه في الحرم، فيكثر من النوافل، لأن النافلة تضاعف بمائة ألف صلاة، النافلة بمائة ألف صلاة. وكذلك كثرة الطواف، يكثر من الطواف، والطواف عند مالك أفضل من كثرة الصلاة، وذهب الجمهور إلى أن كثرة الصلاة أفضل من الطواف، لأن الأدلة فيه بينة، ولأنه فضل عظيم. ورد هذا مئة ألف صلاة الطواف، وإن كان له فضله، لكن قال الجمهور: ما معناه؟ إن كون الصلاة تضاعف بمئة ألف صلاة هذا فضل عظيم، فضل عظيم في هذا المكان. وهو على الصحيح كما تقدم لنا في دروس مضت، يشمل جميع الحرم، جميع الحرم، وإن كان داخل المسجد أفضل، لأنه محل اتفاق بلا خلاف، ولأنه قريب من الكعبة، ولأن هذا المسجد فيه كثرة الاجتماع، فهذه فضائل ترجح فضل الصلاة داخل المسجد، داخل المسجد. فلذا هذه العشر لهذه الفضائل كما تقدم، وفي هذه الليلة ليلة القدر، والعبد يجتهد في تحريها. وإذا اجتهد العبد في تحري ليلة القدر وإن لم يعلمها، فإنه يدخل في من قام ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في الصحيحين
من حديث أبي هريرة: وجاء من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام رمضان، قيام رمضان، قيام ليلة القدر. جاء في رواية عند أحمد من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي محمد بن عمرو علقه وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه زاد: وما تأخر، غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. وهذه الزيادة أيضا جاءت من رواية الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند النساء في الكبرى: وما تأخر. وبعض العلم عل هذه الزيادة، ومنهم من حسنها، والحافظ رحمه الله أيضا جاء لها شاهد عند أحمد عن عبادة بن الصامت من طريقين، وأشار الحافظ إلى أن هذه الزيادة حسنة من حديث عبادة بن الصامت. فتعترض زيادة حديث أبي هريرة من طريق الزهري ومن طريق محمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة، وكذلك الطريق الآخر أو الحديث الآخر والشاهد الآخر عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فتتقوى هذه الرواية. قال العلماء: قوله وما تأخر إما أنه يحفظ من الذنوب وخصوصا الكبائر ببركة قيامه ليلة القدر، قيام ليلة القدر ورمضان وصيام رمضان، أو أن ذنوبه تقع مغفورة. وبعض العلم عل هذه الزيادة وقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ثبتت الزيادة ولم يكن فيها نكارة وهو الظاهر، وقد ورد حديث أخرى أيضا في هذا المعنى، والعبد يعمل ويجتهد ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. وهذه وشهر رمضان نعلم أنه من فضائله أنه أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه مسألة ثانية تتعلق بفضل رمضان وفضل العشر خصوصا، فضل العشر الأخير مع فضل ليلة القدر أنها أنزل فيها القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا لعموم رمضان في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يبين أن هذه الليلة التي أنزل في القرآن ليلة مباركة. ثم قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فتبين أنه أنزل في رمضان في ليلة مباركة، وأن هذه الليلة هي ليلة القدر. هذه الليلة روى الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم لأول رمضان، والتوراة لست مضين، والإنجيل لثلاثة عشرة، والقرآن لأربع وعشرين. لأربع وعشرين، فإذا كان لأربع وعشرين فصبيحته خمس وعشرون صبيحته، فتكون ليلة القدر، ليلة القدر، ليلة إنزال القرآن ليلة خمس وعشرين. اختلف العلماء في هذا الإنزال، هل أنزل جملة أو أنزل، أو أن المعنى ابتداء إنزاله، والجمهور على أن المراد أنزلناه أي ابتداء إنزاله، وأنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في تلك الليلة وليلة خمس وعشرين على رواية واثلة رضي الله عنه، وجزما أنه أنزل ليلة القدر، لكن تعيين الليلة في هذا الحديث، ويكون المعنى ابتداء إنزاله بقوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هناك قول آخر تقدم لنا في بعض الدروس الذي يروى عن ابن عباس وإنزاله بيت العزة. إنما المتفق عليه والفضل الثابت الوارد أنه نزل في ليلة القدر، وهذا فضل آخر للعشر الأخير، فيشرع للمسلم أن يجتهد في هذه العشر بما تيسر من أعمال خير، ثم إن تيسره يعتكف العشر الأواخر كان هذا هو الأفضل.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف أولا، وهذه مسألة الثالثة والرابعة، العكوف هو اللزوم للشيء كما في قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، وقوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالعكوف هو ملازمة الشيء ودوام البقاء حوله من عكف على الشيء، وهذا معناه في اللغة. جاء الشرع فبين أن معناه فيه معنى خاص، ونعلم أن المعنى المعاني في اللغة كثيرا ما تكون أوسع من المعاني في الشرع، والشارع يتصرف في اللغة لكن لا يغيرها ولا ينقلها، إنما يزيد فيها. أما أنه ينقلها ويغيرها فلا، فالأصل بقاء الألفاظ والمعاني، لكن يأتي إلى المعاني في اللغة فيقيدها أو يوسعها، لكن في الغالب أنه يقيدها، الغالب أنه يقيدها، لكن قد يكون المعنى في الشرع أوسع منه في اللغة. وهنا العكوف هو اللزوم للشيء، ولهذا يطلق في اللغة على لزوم أي شيء، كما قال كما في قوله سبحانه وتعالى يعكفون على أصنام لهم، فعكوف العكوف على الأصنام وعبادة الأصنام هو من هذا الباب، يعني أنهم يعبدون أصنامهم ويعكفون عندها. ومنه ما صح عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم معهم رقعة شطرنج فقلبها عليهم رضي الله عنه وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، جعلهم عاكفين على هذه اللعبة أو هذه الطاولة من القمار لأنهم ملازمون لها. فالمعنى في اللغة أوسع كما تقدم، ويقال عكف على هذا الشيء أي لازمه، وهذا أمر معروف. أما في الشرع فالعلماء عرفوه بمقتضى ما دل عليه فعله عليه الصلاة والسلام، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، أو لزوم مسجد نقول أحسن، لزوم مسجد، وإذا قيل المسجد يعني جنس المساجد، والمعنى لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا تعريف الجمهور، يقولون إنه لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلزوم يبين أنه يشرع للمعتكف أن يلازم هذا المكان ولا يخرج منه، لأن هذا هو معنى الاعتكاف، هو ملازمة الشيء أو لزوم الشيء والبقاء فيه. لماذا؟ هل يلزمه لشيء عام؟ لا، لشيء خاص، لطاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا مسجد، كذلك لو أن إنسان اعتكف في بيته نقول هذا ليس اعتكاف، هذا ليس اعتكافا، لأنه ليس داخلا في حد الاعتكاف في الاصطلاح شرعا، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد، وهذا لزم بيته. أو لو اعتكف مثلا في عمله، أو اعتكف في مسجد بيته عند مسجد البيت، أو المرأة اعتكفت في مسجد بيتها، فالصحيح هو قول الجمهور خاصة في حق المرأة أنه لا يعتبر اعتكاف. أما الرجل هذا واضح، أما المرأة فبعض العلماء قال إنه يصح أن تعتكف بيتها، لكن الجمهور على أن الأحكام واحدة ولا فرق بين الرجال والنساء، وهذه قاعدة مضطردة، ما نقول هذا خاص إلا بدليل. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن نساءه اعتكفا، ضربت قبة عائشة، ثم لما رأتها زينب ضربت، ثم ضربت حفصة قبة، ثم ضربت أيضا زوجة رابعة من أزواجها قبة، فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال ما هذه القباب،
فقال آل بر يردن انقضوها، فلم يعتكف عليه الصلاة والسلام. آل بر يردن، فدل على أن الاعتكاف في المسجد، إذ لو كان الاعتكاف للمرأة يصح في مسجد بيتها لأمرهن عليه الصلاة أن يعتكفن في بيوتهن ولا يتكلفن، بل كانت إحدى زوجات معه في المسجد وهي ودمها يقطر من استحاضة، ومع ذلك لم تعتكف في بيتها. فالمقصود أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها، أولا لعموم الدليل من جهة أن الاعتكاف لا يكون المسجد والنبي اعتكف المسجد، ولقوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا واضح في عمومه في المساجد. فكل مكان ليس مسجدا، وهناك شروط المسجد تأتي إن شاء الله، فإنه لا يصح الاعتكاف فيه. الأمر الثاني دليل خاص، وهو ما تقدم من الأخبار التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها، لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. المسجد يشترط عند يشترط على القول الصحيح أن تقام فيه الجماعة، لا بد أن تقام فيه الجماعة. فلو كان هناك مسجد مهجور أو مسجد تقام فيه جماعة الظهر مثلا والعصر ولا يصلى فيه بقية الصلوات، هذا لا يعتكف فيه. لماذا؟ لأنه لو اعتكف في المسجد لزم منه أن يترك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة ووجوبها دلت عليها أدلة، فكيف يؤدي أمرا مستحبا ويترك أمرا واجبا؟ ثم أيضا الجماعة فضلها وأدلتها تواترت به الأدلة، والاعتكاف في رمضان وفضله معلوم، لكن يبين أن تحصيل صلاة الجماعة هو الواجب، ولا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة أو يترتب عليه مثلا كثرة خروجه. لو قال سوف أعتكف في هذا المسجد لأن المسجد خالي ليس فيه أحد، وإذا حضرت الصلاة أخرج، نقول يترتب عليه كثرة خروجك. وما الملجئ إلى أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة وتكثر الخروج منه؟ وهذا لا شك يؤثر على الاعتكاف، ثم يخالف مدلول الاعتكاف من جهة الشرع، وهو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا قول. إذا كان هذا المسجد بعيدا عن المساجد الأخرى، بعيد عن المساجد الأخرى، والصلاة في المساجد الأخرى يشق على من حوله، فأراد جماعة قريبون من هذا المسجد أن يقيموا جماعة فيه وأن يعتكفوا في هذا، لا بأس ما دام أحيوا الجماعة في هذا المسجد. ويشق عليهم مثلا، هم يقولون نحن ذاك المسجد بعيد علينا ونحن لنا حاجات في بيوتنا وأهلينا في الاعتكاف، لكن في غير الاعتكاف قد لا يشق علينا، لكن في الاعتكاف نحتاج، يحتاج إنسان للخروج لقضاء حاجة والطعام والشراب، وربما أيضا يحتاج للخروج لحاجة عارضة لأهله، فلذا نريد أن نعتكف في هذا المسجد لقربه، ويتيسر التواصل وجلب مثلا الطعام في هذه الحالة، لا بأس لفوات تلك المفسدة وهي ترك صلاة الجماعة ولحصول المصلحة من أجل الاعتكاف فيه دون غيره. لزوم المسجد أو مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يخرج المساجد التي تكون في الدوائر الحكومية التي تقفل في غير العمل، وهذه في الحقيقة أيضا ليست مساجد، هي مصليات مخصصة للصلاة، وإلا فليست مساجد وليست وقفا، ولهذا قد تباع هذه الدائرة وقد تنقل وتبنى في مكان آخر، ولا يوضع فيها مصلى أو مسجد، معنى أنه يكتفى بمكان آخر
أو مسجد قريب منها. قوله لطاعة قولهم لطاعة الله هذا قول الجمهور. وقال شيخ الإسلام الأحسن يقال لعبادة الله لا يقال لطاعة الله، لأن الطاعة موافقة الأمر، الطاعة موافقة الأمر، ولأن الطاعة ليس من شرطها العبادة، ولأن الطاعة تكون لله ولغير الله. يا أيها الذين اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة الوالدين، وطاعة الرجل لمن يأمره ممن له حق عليه أو ولاية عليه كما تقدم طاعة ولاة الأمر. فلهذا لم تكن الطاعة خاصة، ما العبادة فإنها خاصة. أيضا الطاعة لا تشترط لها النية، العبادة يشترط لها النية. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه الذي من قبلكم. فالعبادة لا تكون إلا بنية. فلذا كان تقييد الاعتكاف بالعبادة أولى من جهة المعنى بالطاعة، لكن الجمهور والله أعلم كأنهم يريدون بذلك الطاعة التي أمر بها العبد من العبادات، لأنهم قيدوا ذلك المسجد لزوم المسجد. والقيد هنا يبين، لكن لا شك حين يكون التعريف لا يرد عليه الشيء، حين يكون التعريف لا يرد عليه شيء فإنه يكون أولى، يكون أولى من التعريف الذي يرد عليه شيء من إرادات ولا يحتاج إلى محترزات ولا تقييد، يكون على إطلاقه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى في من هذه المسائل الحكمة من الاعتكاف. الحكمة من الاعتكاف كما ذكر أهل العلم هو عكوف القلب ليس عكوف البدن، هذه حقيقة الاعتكاف. حقيقة الاعتكاف هو عكوف القلب لا عكوف البدن، معنى أن يكون البدن تابعا للقلب. فيعتكف الإنسان في المسجد ويلزمه ويتفرغ ويتخلص من شواغل الدنيا، من فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المخالطة، فضول النظر، كل أنواع الفضول الزائدة التي تشغل قلب الإنسان يتخلص منها بالاعتكاف في مسجد من المساجد. هذا هو حقيقة الاعتكاف، وهي خلوة شرعية. هذه الخلوة الشرعية كما يقول الحافظ بن رجب رحمه الله. فيعتكف الإنسان ويقبل بقلبه حال الاعتكاف، ويجتهد في أن يكون مستحضرا لعبادة الله سبحانه وتعالى بقلبه، وبهذا يحصل حقيقة الاعتكاف. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، خلى بنفسه عليه الصلاة والسلام، يعني مع أنه لازم المسجد واعتكف المسجد إلا أنه أيضا حصل له لزوم آخر أو اعتكاف آخر، وهو دخوله لهذه القبة مثل الخيمة الصغيرة دخلها عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن الاعتكاف خلاف ما يعمل أو يعمله كثير من الناس، وأنه تخلص وتخلي بالبدن والروح والقلب، يقبل على الله سبحانه وتعالى. وليس المعنى أنه لا يجلس مع إخوانه ولا يتحدث معه، لا، لكن هذا هو روح الاعتكاف وهو لب الاعتكاف. فمن لم يحصل له هذا فاته روح الاعتكاف وحصلت له صورة الاعتكاف. وهذا يجري في كل العبادات مثل الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، حقيقة الصلاة هو أن يعلق قلبه بالله فيصلي لله باطنا وظاهرا. قد يصلي ظاهر يركع ويسجد ويقوم
ويقول الأذكار ويقرأ القرآن، لكنها صلاة ضعيفة قد لا يكون له إلا العشر أو أقل من العشر، ما حصل مقصود الصلاة. والصلاة حقيقتها هي أن يعلم حين يكبر كأنه يشير برفع يديه إلى أنه ترك أمور الدنيا خلف ظهره، والله بينه وبين القبلة سبحانه وتعالى. ولذا جاءت الآداب العظيمة الواجبة والمستحبة في الصلاة. كذلك العكوف هو عكوف القلب على العبادة في هذا المكان في المسجد، فإن تيسر للإنسان مكان يخلو به وكان المسجد مهيأ، وإلا بقدر ما يستطيع يجتهد تحصيل هذه المعاني. فهذا هو معنى العكوف كما بين العلم، وهو ظاهر من معناه وظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض العلماء لعله الزهري رحمه الله إنه لم ينقل عن كثير من السلف الاعتكاف لشدة أمر الاعتكاف وعظم شأنه، لأن له شأن، وكثير منهم قد يرى أنه لا يوفي حق الاعتكاف. وهذا والله أعلم فيه نظر، فيه نظر الله أعلم، لأن الاعتكاف مشروع في رمضان، هل تركوا لهذا أو لأنهم يرون الاعتكاف مشروع في رمضان مسألة أخرى أيضا، لكن لا شك الاعتكاف في العشر الأواخر هذا مشروع بلا خلاف، والإنسان يجتهد في العبادة، وإن فاته ما فاته فيعود إلى حاله الحسنة، والعود أحمد. مسألة أخرى، هل ثبت في الاعتكاف فضل خاص من فعله من قوله عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيه شيء؟ ورد فيه حديثان عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاعتكاف يعكف الذنوب أو يعكف الاعتكاف يعكف الذنوب أي يمنعها، قال إنه كعامل الحسنات. هذا حديث ضعيف أو ضعيف جدا. ورد عند بعيل عن ابن عباس أيضا حديث آخر أن من اعتكف ليلة قال ليلة من اعتكف ليلة أو ليلتين جعل الله بينه خنادق أو ثلاثة خنادق بينه وبين النار، كل خندق مسيرة كذا وكذا. والحديث أيضا لا يصح، الحديث أيضا لا يصح. فالأخبار الواردة في فضل الاعتكاف من قوله لم يصح شيء. ويكفي أنه عليه الصلاة والسلام تخلى في العشر الأواخر واعتكف عليه الصلاة والسلام عن أصحابه، واعتكف في المسجد وكان يخلو بنفسه، وكونه لازم لذلك كل عام هذا يدل على فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام آثر الاعتكاف في العشر الأواخر ثم حث أصحابه، وهذا أيضا دليل، قال من كان معتكفا فليعتكف معي، من كان معتكفا فليعتكف معي. هنا مسألة أيضا تظهر من هذا الخبر دلالتها ظاهرة وإن لم تكن نصا، وهي أنه هل يقال لو اجتمع جماعة واتفقوا على الاعتكاف في مسجد من المساجد هل هذا مشروع؟ الأظهر أنه لا بأس، لا بأس بذلك، ولا يقال هذا أمر يعني من العبادة وهذا يحتاج إلى دليل. نقول الدليل حاصل، كل مريد يعتكف، وغاية الأمر أن كل منهم حث غيره ودعا غيره للاعتكاف، كونهم يتفقون على هذا الشيء هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهم لم يفعلوا شيئا ينافي الاعتكاف وعملوا بالمشروع في الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله ولعباد الله سبحانه وتعالى. وإذا طلب أو سأل غيره يعتكف معه هذا من باب الإعانة على الخير، مثل من يحث غيره أن يحضر مع حلقات العلم وهي عبادة، يطلب منه أن يشاركه في حضور حلقات العلم، والاجتماع على الصلاة عبادة، وأن تحث غيرك وتطلب غيرك.
هذا لا بأس. حديث أبي سعيد الخدري دليل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان اعتكف معي، لما علموا النبي اعتكف اعتكفوا معه فليعتكف. أمر من كان معتكف معه أن يواصل الاعتكاف، هذا أيضا موافقة له ومتابعة له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف. ومثل هذا مثل ما تقدم لا محذور فيه، ما دام أن شرط الاعتكاف حاصل ولم يعمل شيئا يخالف مقتضى الاعتكاف. الاعتكاف له شروط، يشترط له شروط من صحة الاعتكاف، وهناك شروط معلومة مثل الإسلام فلا يصح اعتكاف الكافر، والعقل لا يصح اعتكاف المجنون، والتمييز وهو أن يكون مميز، وهذا يبين أن اعتكاف الصغير المميز لا بأس به. فلو أن إنسان اعتكف هو ولده الصغير المميز فلا بأس، أو اعتكف وولد الصغير من ابن أو بنت، قد يحتاج مثلا يكون معه أحد أولاده ويعتكف بلا مشقة فلا بأس، فلا بأس من ذلك. وكذلك هنالك شروط تتعلق بنفس المعتكف، أن يكون المعتكف طاهرا، فلا يصح يعني اعتكاف النفساء والحائض، وكذلك الجنوب، لأنهم لا يجوز لهم اللبث في المسجد، لا يجوز لهم اللبث في المسجد، فلا بد من الطهارة حتى يتم الاعتكاف. مسألة أيضا أخرى من مسائل الاعتكاف، وهي: هل الاعتكاف حد محدود؟ الجمهور يقولون لا حد للاعتكاف. لو أنك دخلت المسجد لصلاة العصر، وعند دخولك المسجد أو قبل نويت أن تعتكف وقت الصلاة إلى الفراغ من الصلاة إلى خروجك من المسجد، ولو لم يستغرق دخولك المسجد وخروجك إلا دقائق يسيرة، قالوا يصح. قالوا: لأن الاعتكاف هو لزوم الشيء، وهذا لزم المسجد، وهذا فيه نظر، لأن هذا على مقتضى اللغة. ثم نقول: لو كان الاعتكاف الشرعي جاء على مقتضى اللغة ودل الدليل عليه قلنا هذا قول حسن، لكن ليس كل قول في اللغة يضطرد معناه مع الشرع. ولهذا سبق أن الشارع قيد هذا اللفظ أو هذا المعنى، قيده في الشرع مثل سائر الألفاظ الأخرى. فالاعتكاف في اللغة هو مطلق اللزوم، وما دمتم قيدتموه باللزوم للطاعة أيضا لابد أن ينظر إلى صفة الاعتكاف وهي الاعتكاف الذي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 ليال، 10 أيام اعتكف، بل اعتكف شهرا، ثم بعد ذلك اعتكف 10 الأخير، وصار يعتكف 10 الأخير من كل شهر عليه من كل رمضان. ولهذا القول الثاني مسألة أن الاعتكاف لا يصح إلا أن يكون 10 أيام أو 9 أيام، المقصود حسب الشهر، يعني يعتكف من مغيب الشمس ليلة 21، ينوي دخول المعتكف قبل غروب الشمس، هذه ستأتي المسألة إن شاء الله أيضا متى يدخل معتكفه، ويخرج بعد انتهائها، هذا قول. والقول الثاني أنه الثالث أنه يصح اعتكاف يوم أو ليلة، بياض اليوم أو سواده، في الليل أو في النهار. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف، وأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر في الجاهلية، فقال النبي عليه السلام: فاعتكف، ولفظ فاعتكف ليلة أو فاعتكف ليلة، ولفظ فاعتكف يوما، وهي ألفاظ كلها في الصحيح. وفي أنه عليه الصلاة والسلام قره على اعتكاف يوم أو اعتكاف ليلة. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، وهذا أقل ما ورد. وهناك قول ثالث أو رابع،
هو العلامة بن سعدي رحمه الله، ولا أدري هل قاله أحد قبله، هو ذكر هذا رحمه الله وينظر من قال به من العلم. يقول رحمه الله: الاعتكاف ينظر فيه إلى العرف، ينظر فيه العرف. وكأنه رحمه الله أراد أن يجمع بين ما ثبت في السنة من الأدلة الدالة على مشروعية الرباط والبقاء في المسجد والمك في المسجد، وبين قول من قال إن الاعتكاف 10 أيام أو يوم، وتضعيف قول من قال إن الاعتكاف هو مطلق اللزوم ولو كان لحظة. حتى قال بعضهم، بل قاله الجمهور، لو دخل المسجد من أحد البابين وخرج من الباب الثاني لا لصلاة بس لمجرد مرور، يشرع له ينوي الاعتكاف حال دخوله. لكن هذا القول في الحقيقة قول ضعيف إن لم يكن قولا محدثا. ولذا القول الذي يقول يرده إلى العرف، يقول ما يسمى اعتكافا وهو طول المقام، طول المقام، كما لو اعتكف نصف يوم مثلا، أو اعتكف مثلا من قبل صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وأن هذا اعتكاف، لأنه ثبت في الأدلة الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام حث على البقاء المسجد وقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجة؟ قلنا يا رسول الله، قال: كثرة الخطى المساجد، قال: إسباغ الوضوع المكاره، وكثرة الخطى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. سمى الانتظار، سماه رباط، ما سمى اعتكاف. فلو أن إنسان جلس بعد المغرب إلى صلاة العشاء هذا رباط، وعلى هذا القول لا يشرع الاعتكاف. كذلك بعد العصر إلى المغرب هذا رباط، ينتظر الصلاة. لكن لو جلس بعد الفجر إلى الظهر هل يقال داخل الحديث؟ هذا فيه نظر والله أعلم، لأن قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر لا يكون طلوع وقتها، طلوع وقتها ولا يدخل وقت الثاني، ما في انتظار صلاة بعد الصلاة، لأنه إذا جلس بعد الفجر وطلعت الشمس خرج وقت الفجر ولم يدخل وقت الظهر، فلهذا لا يكون على هذا الوصف مثل، أو على هذا الحد مثل انتظار الصلاة بعد العصر إلى صلاة المغرب. فهذا قول، والمسألة فيها خلاف القوي. أما ما تقدم على الجمهور فهو قول ضعيف، وأنكر الشيخ الإسلام رحمه الله، وأن الاعتكاف لا يكون إلا على مقتضى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ليلة كما تقدم. وهذا القول هو أقرب الأقوال، أما الجزم بترجيحه موضع نظر، الله أعلم، الجزم بترجيحه موضع نظر. أما كونه ينتظر مثلا وقت يسير أو ينوي الاعتكاف وقت الصلاة ثم يخرج، فهذا لا يسمى اعتكافا لا من جهة، ومن جهة الشرع لما سبق أن المسلمين يصلون كل يوم 5 مرات في المساجد، ولو كان اعتكاف، لو كان هذا اعتكاف لشرع مثل هذا، ودلت السنة عليه، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام لفضله، والنبي سكت عنه ولم يبينه عليه الصلاة والسلام، ولو كان من الهدى والتقى لم تتركوا الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا من التقوى لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء لا يخرجه الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، ثم مشى لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ليصلي فيه. هذه الفضائل،
ولم يقل إنه لم يزل في اعتكاف أو هو معتكف، وهذا يبين أن مثل هذا لا يشرع، وأن هذه عبادة أخرى غير العبادات، وهذا من التنويع في العبادات، وأن الإنسان يتنقل في العبادات من عبادة إلى عبادة، حين تكون هذه العبادة عبادة رباط مثلا انتظار صلاة والصلاة، وحين تكون هذه العبادة يجلس ينتظر الصلاة الذي هو فيها، ليس الصلاة الأخرى، هذه عبادة أخرى، وهو أنه تستغفر الملائكة اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، فهي فضائل متنوعة. فالأولى والله أعلم هو عدم تداخل هذه الأحكام وهذه الفضائل، وأن لكل عبادة حد خاص بها وحكم كذلك خاص بها، ومن ذلك الاعتكاف. المسألة الأخرى أيضا، متى يدخل المعتكف معتكفه؟ الجمهور يقولون يدخل معتكفه إذا أراد أن يعتكف، إذا أراد أن يعتكف ليلة فإنه يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد ذلك، بعد طلوع، يعني بعد طلوع الفجر، ويكون خروج الأحسن بعد صلاة الفجر، لكن ينتهي بطلوع الفجر. وإن أراد أن يعتكف بياض اليوم فيدخل قبل طلوع الفجر ويخرج أو ينتهي اعتكافه بغروب الشمس. وإن أراد أن يعتكف يوما بليلته، يوما بليلته، فإنه إذا دخل بعد إذا دخل قبل طلوع قبل غروب الشمس فيخرج أو ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثاني حتى يستكمل 24 ساعة. وإن دخل مثلا من أول النهار فإنه يبقى في معتكفه إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. وإن أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 وينتهي اعتكافه بغروب الشمس ليلة 1 من شوال. هذا إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، قد تكون 10 أيام وقد تكون 9 أيام بحسب تمام الشهر ونقصان الشهر. ثم الجمهور قالوا له الأفضل أن يبقى ليلة العيد معتكفا ولا يخرج إلا بعد صلاة العيد، وهذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه ينتهي اعتكافه بغروب الشمس من ليلة العيد، هذا هي سنة عليه السلام. ثم الأخير دلت على ذلك أن يعتكف العشر الأواخر، وليلة العيد ليست من عشر أخر، ليلة عيد ليلة عيد. ثم أيضا والله أعلم ليس من الحكمة أن يعتكف ليلة العيد، ليلة العيد عبادة أخرى، وهذا مثل ما تقدم إدخال عبادة في عبادة، إذ كيف تدخل ليلة العيد في الاعتكاف؟ وليلة العيد لها أحكام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يشرع إنسان أن يخرج ويكون تكبيره في الطرقات بين أهله وأصحابه، ويفرح بالعيد ويهنئ إخوانه بالعيد مع أولاد وأهله ويقضي حاجاتهم، وكذلك هناك أحكام تتعلق بزكاة الفطر إلى غير ذلك. فكأن هذا والله أعلم غفلة عن هذه العبادة الأخرى، وهذا أمر في الشريعة محكم، وهو عدم تداخل العبادات وألا تخلط عبادة بعبادة أخرى. كيف يقال يستحب أن يبقى ليلة العيد وقد انتهى وقت الاعتكاف؟ هو إذا أراد أن يعتكف العشر الأول من شوال هذا شيء آخر، أراد أن يعتكف هذا حكم آخر، هذا موضوع خلاف. إذا أراد أن يعتكف هو نفسه يريد أن يعتكف مثلا ليلة العيد ويوم العيد، اللي يظهر أنه غير مشروع هذا الاعتكاف في هذا، لكن يريد يعتكف في غير ليلة العيد،
إنما لو اعتكف جوزه عند كثير من العلماء لا بأس بذلك. لا الاعتكاف عند الجمهور يجوز في كل أيام العام إلا أيام العيد عند من جعل الصيام شرطا لصحة الاعتكاف، مع أن الصحيح أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف، والحديث الوارد في هذا ضعيف، ولعل يأتي شرح إليه إن شاء الله. فلذا لا يشرع فيما يظهر والله أعلم اعتكاف ليلة العيد لما تقدم أنها عبادات مختلفة، فليلة العيد فيها عبادة التكبير وعبادة تتعلق بإخوانه ولقاء إخوانه والفرح بهذا العيد، وكيف يجتمع الفرح مثلا بالعيد مع كونه عاكف بقلبه عن كل هذه الأمور. ولذا لعظم عبادة العيد إذا زاحمها يوم الجمعة سقطت الجمعة، هذا أمر آخر. إذا كانت الجمعة تسقط إذا زاحمت العيد زاحم أحدهما الآخر فإن أحدهما يسقط، كلهم باب التوسعة في هذا اليوم لأجل الفرح بالعيد، ولأنه ربما لو أمر بشهود الجمعة وشهود العيد ربما تنكدت بعض أموره واشتد عليه الأمر وفاتت بعض المصالح، فخفف بأن يحضر أحد الاجتماعين. ثم المقصود في هذا اليوم هو الاجتماع في هذا اليوم، فإذا حصل اجتماع في العيد الحمد لله، ثم بعد ذلك له رخصة في ذلك، لكن لا يترك صلاة الظهر عند عامة أهل العلم، إلا قول ضعيف قال بعض المتأخرين روى عن بعض المتقدمين تسقط صلاة الظهر، لكن قول ضعيف وبعض العلماء جزم ببطلانه. أو صلى الجمعة حصل الاجتماع المقصود في هذا اليوم بالجمعة فناب أحدهم عن الآخر، وهذا كله يبين أن العيد وليلة العيد عبادة مستقلة. ثم أيضا العبادة المالية زكاة الفطر، وإن كان لا بأس أن يؤديها قبل ذلك، لكن كونه يخرج في هذا اليوم ويشهد هذا الشعار العظيم، هذا شعار الإنسان حين يرى هذا الشعار والناس يتناقلون هذا العيد فيفرح برحمة الله ويأنس حين ينظر الناس وهم يتناقلون ويتحدثون بالعيد، وهذا يطلبها الزكاة وهذا يعطي الزكاة، وأنت تقول في الزكاة ما تقول، قد ترشد إلى من يحتاج إلى الزكاة إلى غير ذلك، أو توصلها أو تعطى زكاة توصلها إلى غيرك فتعين. فخروج الإنسان في هذا اليوم وشهوده يوم العيد في مصالح تتعلق بمشاركة إخوانه في العيد وفرحه بالعيد، فالأظهر والله أنه لا يشرع الاعتكاف ليلة العيد أو أنه يستحب له ذلك. أما ما تقدم حتى لا يفوت البحث، ما تقدم بالدخول في الاعتكاف سبق أن الجمهور يقولون يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف العشر، أراد اعتكاف العشر، هذا قول جمهور العلماء. ذهب الأوزاعي رحمه الله والليث وجماعة من أهل العلم أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، إذا أراد يعتكف العشر الأواخر فيدخل معتكفه بعد الفجر. وجاء في رواية وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا صلى الفجر يعني من ليلة 21 دخل معتكفه عليه الصلاة والسلام، إذا صلى الفجر دخل معتكفه. قالوا إنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، لكن أبى ذلك الجمهور وقوله هو الصواب، قول عائشة حجة على من قال ذلك ليس حجة له، لأن عائشة ما قالت دخل في اعتكافه، ماذا قالت؟ دخل اعتكافه ودخل معتكفه، ها دخل معتكفه، والنبي كان يتخذ
قبة مثل خيمة صغيرة يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتينا إن شاء الله أنه فيما يظهر دليل لمسألة جيدة، وهي مسألة طلب العلم للمعتكف، هذه تحفظ وهي دليل في هذه المسألة تأتي إن شاء الله. قال دخل معتكف، هذا يبين أنه دخل اعتكافه قبل ذلك، لكنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر دخل معتكفه، معنى أنه يخلو بعد صلاة الفجر. أما قبل ذلك فظاهر قولها رضي الله عنه أنه كان لا يكون داخل المعتكف. من ماذا؟ لأن الليل هو موضع محل الصلاة وقراءة القرآن والتهجد والذكر، فكأنه عليه الصلاة والسلام كان حين يعتكف يبقى في الليل خارج هذه القبة، لأنه يتفرغ للعبادة ويجد ويجتهد، وكذلك من معه من أصحابه كذلك، ثم إذا صلى الفجر دخل معتكفه. ومعلوم أن الإنسان حينما يبقى في الليل يحتاج إلى الراحة وأن يخلو بنفسه، فهو يخلو بنفسه يدخل معتكف، وأيضا من ذلك كونه يحتاج إلى شيء من الراحة لينشط على الصيام والاعتكاف والقيام. يدل له ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن الحسين عن صفية رضي الله عنها أنها كانت تأتي عليه الصلاة والسلام وجاءته في ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان وهو معتكف، فتحدثت عنده ساعة، فتحدثت عنده ساعة. هذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني لا يدخل معتكف إلا بعد ذلك، وأنه أيضا يكون في الليل يكون بين أصحابه، ويظهر والله أعلم أنه قد يحتاجون إلى أن يستفسروا أو أن يسألوا، ثم أيضا هم يرونه عليه الصلاة والسلام فيأخذون عنه ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأظهر وهو قول الجمهور، وهو أن دخول الاعتكاف يكون قبل طلوع الفجر، قبل مغيب الشمس، هذا لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر. ثم أيضا على هذا القول الذي يقول يدخل المعتكف بعد طلوع الفجر فيه محذور. ما هو هذا المحذور؟ الذين يقولون يدخل معتكفه بعد طلوع الفجر من ليلة 21، ما هو هذا المحذور؟ ظاهر، نعم، ماذا يفوت عليه؟ يقول دخل معتكفه ليلة، دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، فاتته ماذا؟ لا، هو في المسجد، هو في المسجد عليه الصلاة والسلام، هو في المسجد، يعني قصدك أنه يعني هو دخوله معتكفه لا ينافي، لأن جالس في المسجد. نعم، لا، هم يقولون دخول الاعتكاف يكون بعد طلوع الفجر من ليلة 21، ها كيف؟ فاته ماذا؟ هم يقولون ما ينوي إلا بعد طلوع الفجر، لكن إذا دخل بعد الفجر هل أدرك ليلة 21؟ فاتته الليلة. نعم، هذا هو، يعني إذا دخل بعد طلوع الفجر فاتته ليلة 21، هذا هو. بل وقعت ليلة القدر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فات، وهذا ليس مناسبا في الحقيقة، ليس مناسبا. ولهذا بعضهم يعني جاء في رواية حديث عائشة فيه اختلاف كما تقدم، لكن الصواب أن قولها دخل معتكفه أي دخل المكان الخاص باعتكافه وهو تلك القبة، وإلا في السنة الدخول في الاعتكاف من الليل. لكن هل دخوله قبل غروب الشمس شرط، أو لو دخل بعد صلاة المغرب؟ هذا محتمل والله أعلم، وأنه لو جاء مثلا ودخل المسجد وصلى مع الناس المغرب وكان دخوله يعني بعد غروب الشمس، يظهر والله أنه يحصل ذلك، لكن الأحوط أن يكون دخوله لمعتكفه قبل غروب الشمس. طيب، ما مسألة أخرى
تتعلق بالاعتكاف، وهي أن المعتكف عليه أن يلزم معتكفه كما تقدم، المعتكف عليه يلزم معتكفه، فإذا كان يلزم معتكف فلا يخرج، وخروجه من معتكفه ينافي ماذا؟ الاعتكاف، الخروج ينافي اللزوم، هذا تعرفه. إذن للمعتكف حال خروجه أحوال، له حال خروجه أحوال، هو إما أن يخرج ماذا؟ لضرورة أو لحاجة أو لغيرهما، لا لضرورة لحاجة. الحال الأولى خروجه لضرورة، هذا جائز بلا خلاف ولا يؤثر على الاعتكاف، مثل خروجه للخلاء، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يخرج لحاجة، كان لا يخرج إلا لحاجة، جاء عند مسلم لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان. الحال الثاني خروجه لحاجة، وهذه الحاجة قد تكون ضرورة، إن كانت ضرورة فتلحق بالأولى، مثل خروجه للطعام، إن كان لا يمكن أن يحضر الطعام أو يحضر له الطعام ولو جلس في المسجد فإنه لا يتمكن من تناول الطعام، فخروجه ضرورة في هذه الحالة، خروجه ضرورة ولا إشكال في جواز خروجه. إن كان خروجه، إن كان يمكن أن يوفر له مثل أن يحضر له الطعام، له من يحضر له الطعام، فهل يجوز له الخروج أو لا يجوز الخروج؟ ليظهر أن فيه التفصيل، إن كان حضور الطعام ما يحصل فيه منه، مثل إنسان قال له إنسان أنا أوفر لك الطعام لكن يشعر بحرج بكونه قد يكلف على غيره من أصحابه أو جيرانه أو نحو ذلك، أو فيجد في نفسه حرج كونه معتكف وهذا يخدمه، قد يقول في نفسه أينا أفضل أنا أو هو، وأعانني لو لم يعني قد لا أعتكف. فالأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه قبول هذا العرض من أخيه، لأنه قد يقع في نفس الشيء وربما يقع عليه منه، فلهذا له أن يخرج. الحال الثاني إن كان الذي يحضر له الطعام خادمه الذي يعمل عنده مثلا، أو يحضر له الطعام ولده الذي طاعته متعينة ولا منة في ذلك، يحضر له ولده أو أهله، في هذه الحالة لا يخرج، لا يخرج. وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والأحناف أنه لا يخرج ما دام أنه يتوفر إحضار الطعام، لكن كما تقدم بلا منة، وأن حضور الطعام متيسر. وذهب الشافعية رحمة الله عليهم، وهو وجه عند الحنابلة، إلى أنه يجوز له الخروج، أو أن الوجه عند الشافعية هو موافقة الجمهور، والشافعية يقولون يجوز خروجه للطعام ولو توفر الطعام ولو تيسر الطعام له الخروج، لأنه داخل في قول عاهل لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان. والأظهر أن هذا فيه نظر، والأقرب أنه إذا تيسر له الطعام على الوجه المتقدم فلا يخرج، لكن هناك شروط تتعلق بحضور الطعام، بأن يكون تناول الطعام ليس عليه مشقة، مثل يكون المكان مزدحم مثلا، يكون في الحرم مثلا يكون مزدحم مثلا، أو يكون المكان مزدحم في غير الحرم، و أو يترتب عليه إيذاء المعتكفين والمصلين بروائح الطعام، فإذا حصلت هذه الأمور في هذه الحالة ينبغي أن يخرج ويأكل خارج المسجد. هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم، وتتعلق بها مسألة أخرى، مسألة أخرى، وهو طلب الطعام أو شراء الطعام من محلات
الطعام من المطاعم وغيرها عبر الاتصال أو التطبيقات هذه اللي يعملها الناس اليوم ويتعامل بها ويصله الطعام إلى مكان الذي هو فيه، المكان الذي هو فيه، هل يجوز أو لا يجوز؟ من العلم من منع شراء الطعام لأنه بيع وشراء، والنبي نهى عن البيع والابتياع في المسجد، والجمهور يجوزونه مع الكراهة، لكن الصواب أنه لا يجوز في البيع. أما شراء الطعام للمعتكف فالجمهور كما تقدم على الكراهة من جهة أنه بيع. ومن العلم من قال لا بأس به، وهذا ذكره صاحب الإنصاف إما وجها أو قولا للإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الأظهر والله أعلم. لكن ينبغي لمن أراد أن يعقد مع صاحب المطعم إن أمكن أن يخرج بلا مشقة كان هو الأولى، وخروجه يكون لحاجة ويتفق معه ويقول أحضر لي الطعام فلا بأس. وإلا في هذه الحالة يجوز له، لأنه وإن كان شراء ليس، لكن ليس شراء بمعنى البيع والمتاجرة، شراء هذا في الحقيقة من متممات ومكملات الاعتكاف، فهو تابع، والتابع تابع، وإذا كان من ضرورة الاعتكاف هذا الشيء فيكون تابعا له فيخف حكمه، فلا بأس من ذلك، خاصة على قول الجمهور. وإن كان الصواب أنه لا يجوز ذلك، يعني البيع على الصحيح على ظاهر الأدلة، إلا أنه في هذه الحال المقصود منه هو تحصيل أمر، وما لا يتم هذا الأمر مشروع إلا به فلا بأس به. ولأننا لو قلنا له لا تفعل ذلك قد لا يتيسر، خاصة إذا لم يتيسر له الخروج خارج الحرم، لأنه لو خرج قد يفوت مكانه وقد يشق عليه الرجوع إلى مكان اعتكف فيه، ويكون كل وقت أو كل وجبة ينتقل مكان إلى مكان. فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس به كما تقدم. تقدم من الخروج إما لضرورة أو لحاجة أو لغيرهما. إذا خرج لغير هذه الأمور بغير حاجة بطل اعتكافه. لو إنسان خرج نوى أن يعتكف العشر أواخر رمضان ثم خرج بلا حاجة الحاجات، فالعلماء يقول يبطل اعتكافه. طيب يعتكف مرة أخرى عليه أن ينوي، لكن هل يبطل ما مضى؟ الأظهر والله أنه يبطل اعتكاف، معنى أنه لا يصح الاعتكاف أو لا يصح أن يرجع الاعتكاف إلا بنية أخرى، كما لو قطع الصلاة بطلت الصلاة. وإذا بطلت الصلاة ما يعود إلى الصلاة بالنية الأولى، لا، يجب أن ينوي ثم يعود، ثم إذا عاد ما يبني على مضى، إن صلى ركعتين وقطعها بطلت. وقطعها في التفصيل يعني محل متى يجوز ومتى يجوز، لكن قطع ثم رجع، إذا أراد يرجع ما يبني على ما تقنيه الصلاة بطلت، فيستأنف بنية جديدة. كذلك المعتكف يستأنف بنية جديدة. لكن هل يبطل ما عمل من اعتكاف؟ ليظهر الله الذي يبطل مسمى الاعتكاف، أن الآن اعتكاف بطل، لكن أعماله التي عملها والتقربات والصلوات وقصدي المتعلقة بالاعتكاف، ما يتعلق مقام بقلبه من اعتكاف من الذكر وغيره، هذه الأمور لا تبطل، بل هي باقية ومأجور عليها، لا تبطل. مثل إذا صلى إنسان صلاة الظهر ثم تذكر أنه محدث، خرج منها، خرج من الصلاة ولا يجوز له، استريحوا جزاكم الله خير، ولا يجوز له أن يعود إلا بنية جديدة كما تقدم. لكن هو قرأ في صلاته القرآن، قرأ الفاتحة، قرأ ما تيسر من القرآن، قال الأذكار في الركوع والسجود والدعوات، هذه
دعوات وقراءة للقرآن يجر عليها ما تبطل. هذا مرادهم والله أعلم من قولهم يبطل اعتكافه، فإذا خرج لغير حاجة بطل اعتكافه، فإذا يعود فإن عليه ينوي نية أخرى لاعتكافه ثم يدخل. ثم يدخل. يقول أو المسألة الأخرى في هذا الباب الخروج، تقدم أنه لغير حاجة، يتعلق به إذا خرج لحاجة، إذا خرج لأمر وليس حاجة لكنه عبادة. عندنا الخروج إما أن يكون لضرورة حاجة، هنا خروج ليس لحاجة لكنه فيه قربة، مثل الخروج لشهود الجنازة، الخروج لعيادة المريض مثلا، هل يؤثر اعتكاف؟ لا يؤثر. هذا يبتني على مسألة وهي هل يشرع الشرط في الاعتكاف أو لا يشرع، هل يجوز أو يشرع للمعتكف أن يشترط في اعتكاف؟ الجمهور قالوا نعم، النبي عليه قال حجي واشترطي، وقال إن لك عن ربك ما استثنيت كما عند النسائي بسند صحيح، فقالوا إن المعتكف له أن يشترط، ومن شرط على ربه شيئا استحق، فإن له شرطه كما قال فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا فيه نظر، عبادة اعتكاف شيء وتلك العبادة شيء آخر، ثم ذاك الشرط لأمر يحتاج إليه وقد يضطر إليه وهي عبادة أخرى. ولذا أنكر مالك وجماعة الشرط وقالوا لا شرط في الاعتكاف، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شرط الاعتكاف، نقل عنه اعتكف عليه الصلاة والسلام، ونقل عنه أنه جاءته صفية وخرج معها، وما قال عليه الصلاة والسلام فإن احتجت للخروج مثلا خرج، مع أن جاءته صفية وهذا شيء عارض، شيء عارض، مع أنه يمكن أن يكون معها بعض قراباتها مثلا، أو تأتي مجموعة من النسوة، ومع أن بيتها قريب، البيت بجوار المسجد البيت، وخرج معها ليقلبها عليه الصلاة والسلام، وما اشترط شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالأظهر والله أعلم أن الاشتراط لا حاجة إليه، والإنسان ما دام معتكف فهو في اعتكافه، فإذا كان خروجه هذا لأمر لحاجة، ولو كانت الحاجة هذه عارضة، الحاجة عارضة ليست من الحاجات الدائمة مثل الخروج للخلاء، الخروج للأكل مثلا، فلا بأس من ذلك، مثل خروج لعيادة مريض، خروج للجنازة. فإذا كان خروج عليه الصلاة والسلام مع زوجه ليقلبها لم يؤثر الاعتكاف ولم يحتاج إلى شرط، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى، أنه لا بأس به، خاصة أن خروج عليه الصلاة كما تقدم ليس لضرورة ويمكن تلافيه. ثم الشرط هذا عبادة، أو الشرط في هذه العبادة عبادة، والشرط تقييد، والتقييد دليل، يحتاج إلى دليل، لأن التقييد لإطلاق الاعتكاف أو مش اعتكاف، أن هذا الاعتكاف يصح إذا كان كذا وكذا، ولا يصح إذا لم يكن بهذا الشرط. وهذا فيه نظر، إذ كيف يبطل الاعتكاف الذي ثبت بالنصوص الصحيحة صحته ومشروعيته، ودلت النصوص على مشروعية هذه الأعمال وأنها مشروع على كل حال، وأن ما دامت هذه العبادة لا تنافيها فلا مانع من أدائها. والقاعدة الشرعية أنه إذا أمكن الجمع بين المصلحتين ولا تفوت إحداهما فلا بأس، فلأن جنس هذه العبادة هي اللزوم، والخروج لمثل هذه الحاجات لا يعارضها ولا يصادمها. وليصح عن علي رضي الله عنه أنه قال المعتكف
المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. وذلك أن الأدلة عامة في مشروعية حضور الجنازة وشهود الجنازة، وفيها أجر عظيم، وأنت لا تدري أيهما أعظم، مكثك مثلا هذا الوقت اليسير مع أنك سوف ترجع إلى معتكفك أو شهودك الجنازة. لكن هذا ينبغي أن يعلم، إذا كان إنسان من عادته أن يشهد الجنازة لكن هو لا يشهد الجنازة، لما أراد أن يعتكف صار يتبع الجنائز، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لكن إن قال أنا أشهدها وأقصدها لأن شهود الجنازة في رمضان، ولي يعني أرجو أن يكون هذا العمل أعظم وأفضل، قد يقال إنه لا بأس به. المقصود أن شهود الجنازة لا يمنع. كذلك عيادة المريض، صنع مريض يحتاج إلى عيادة وإن كان ليس هناك ضرورة، وتعوده زيارة المريض فيها فضل عظيم، وهو ذهب في عبادة ورجوعه رجوع من عبادة، فلم يخرج من عبادة إلى غير عبادة ويتنقل من عبادة إلى عبادة، ما الذي يمنع أن يخرج؟ لكن إن كان الاعتكاف نذر، هذا هو موضوع البحث، إن كان الاعتكاف نذر أن يعتكف 10 أيام، نذر أن يعتكف 5 أيام، هذا موضوع بحث في مسألة اشتراط الخروج أو جواز الخروج، هذا موضوع. لكن إذا كان الاعتكاف مستحب، هذا موضوع البحث. والأظهر والله أعلم أن المعتكف لا بأس به أن يشهد الجنازة وأن يعود المريض، وأن الاعتكاف لا ينافي أمثال هذه العبادات. ولأن القول بأن المعتكف لا يشهد الجنازة ولا يعود المريض تخصيص للأدلة، تخصيص لعمومها، تقييد لإطلاقها، وشهودها شهود الجنائز وعيادة المرضى عام في كل حال، والنبي لم يقل إلا لمن كان معتكفا أو كذا أو، فلهذا يقال تبقى النصوص على إطلاقها والاعتكاف على حالة، مثل ما تقدم أنه لا ينافيه الخروج لأمر مباح مما يحتاج إليه، فكذلك لا ينافيه الخروج لأمر مشروع مما حاجته إليه أشد. ولأن المقصود الاعتكاف هو تحصيل الحسنات والخيرات، والاعتكاف من فعل النبي عليه فضل عظيم، وشهود الجنازة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، كان يشهد الجنازة ثم حث على الجنازة، فتأكيده يعني فظهور فضله آكد من هذه الجهة، من جهة ثابت من سنته القولية الفعلية، وثابت من سنته القولية بالأحاديث العظيمة في فضل شهود الجنازة، وكذلك عيالة المرضى ثابت من سنته القولية ومن سنته الفعلية عليه السلام، فلا يفوت في عبادة الاعتكاف ما دام أن يمكن تحصيل العبادتين والجمع بين المصلحتين على قاعدة الشريعة في هذا الباب. من المسائل المتعلقة أيضا بالاعتكاف أن الاعتكاف له شروط كما تقدم، وينافيه أمور، منها أن المعتكف لا يجازي ولا يجوز ويجامع، قال سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز للمعتكف المباشرة. والجمهور يقولون هنا المراد به الجماع، واختلفوا في المباشرة بشهوة دون الجماع، لكن وقع عليه الإجماع هو الجماع، وأنه يبطل اعتكافه بذلك لأنه ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف. أما إذا كانت هذه المباشرة لغير ذلك فهذا لا بأس. وقال بعض العلم أنه لو كان تقبيل بشهوة فلا بأس، لأن النبي كان يقبل وصائم وكان يباشر وصائم، كان يقبل وصائم وباشر وصائم، وأطلقت عائشة أم سلمة ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف، ولم يقلن رضي الله عنهن إنه يعني إلا في غير اعتكافه، إلا أنهم قالوا جد وشد المئزر، واختلف في شد المئزر هنا في شد المئزر، لكن لا شك أنه لا يجوز له يعني لا يجامع، ولو جامع بطل اعتكافه، فإن كان مستحبا
فإراد أن يعود فأراد أن يعود فإن عليه أن ينوي مرة أخرى لرجوع لاعتكافه. من مسائل متعلقة بالاعتكاف تقدم الإشارة إلى من خرج بغير عذر أنه لا يبطل اعتكافه كما تقدم، وتقدم أيضا أن المعتكف السنة في حقه أنه إذا اعتكف العشر الأواخر فإنه لا يخرج إلا ليلة العيد بعد غروب الشمس، هذا هو السنة خلاف الجمهور الذين قالوا السنة له أن يواصل. أيضا من مسائل متعلقة بالاعتكاف أن المعتكف يجتهد في هذه الليالي، لأن ليالي العشر فيها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة العظيمة فضائلها عظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام في مروه النسائي بسند صحيح، في مروه النسائي بسند صحيح: من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواية أخرى وما تأخر. فيجتهد المسلم في إدراك هذه الليلة، وليس المعنى أن يعلم عينها، لا، من اجتهد في هذه العشر فإنه سوف يوافقها، ولا يشترط من الموافقة العلم على الصحيح، لا يشترط من الموافقة العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أنسيها، إنما هنالك بعض الدلائل عليها وهذه فيها خلاف، لكن أنت إياك أن تشغل نفسك بهذه الأشياء كما يفعل بعض الناس، يشغل نفسه بالعلامات المتعلقة بها وينسى الليلة حديثه وكلامه في علاماتها، ونفس الليلة هذه يغفل عنها، يغفل عن هذه الليلة. فليلة القدر في العشر الأواخر وهي تتنقل على الصحيح، تقدم أنها كانت في ليلة 21 في ليلة 23 وجاء أنها في 27 وجاء في رواية ينادر عن ثبوتها، لكنها ذكر بعض العلم وأنها في ليلة 24 حديث ابن عباس، وأنه كان يمشي في تلك الليلة بين يمشي فأصابه طون بن حذالك أو استيقظ من نومه فرأى القمر أو نام ثم رأى أنها ليلة القدر، فجاء فأخبر سأل النبي فأخبر عليه الصلاة والسلام فقال كلام ما معناه أنها ليلة القدر، لكن الحديث بعيد العهد ما يحتاج إلى النظر فيه، الحافظ أشار إليه. وفي رواية في البخاري معلقة تكلم الحافظ عليها تشير إلى هذا، تراجع. فالمقصود أن ليلة القدر تتنقل على الصحيح، والأدلة الصريحة في هذا في قوله عليه التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، جاء في حديث عبادة وحديث ابن عباس وحديث عائشة، وجاء في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى، وأكثر حي جاءت على هذا، التمسوها في العشر والتمسوها في الوتر. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر الناس فقال أنسيتها، فالنبي ما علمها عليه الصلاة والسلام وأنسيها وقال عسى أن يكون خيرا، وهذا من رحمة الله، فليست معينة، وما جاء من تعيينها في بعض الليالي هذا هو أو هي وافقت تلك الليلة ليلة القدر، وليس المعنى أن ليلة القدر كما قال بعض العلماء ليلة 21 أو ليلة 27 كما هو قول عند الحنابلة، إنما كما حديث معاوية ليلة 27 أنها وافقت تلك الليلة ليلة 27. أما قول أبي بن كعب رضي الله عنه فهذا اجتهاد منه، وخالفه ابن مسعود رضي الله عنه، ثم ابن كعب يقول إنها الليلة التي أخبرنا أن تطلع صبيحتها كالطشت، وهذه علامة لها ولغيرها، مثل ما جاء في حديث صحيح مسلم أيكم رأى القمر لما تذاكروا ليلة القدر، أيكم رأى القمر وهو كشق جفنة، يعني نصف جفنة، وهذا لأن القمر ليلة في الليالي الأخيرة ليلة 27
وليلة 28 وليلة 29 يكون على هذه الصفة. ليس المعنى أن ليلة القدر هي ليلة 27، لا، كشق جفنة في آخر الليالي هذه وهو ليلة 27 أو 28 أو 29. ولذا أخبر بعلامتها وعلامتها بعدها، وهذا لا يدل على أنها هي ليلة القدر الثابتة. ولذا تقدم أن القرآن نزل ليلة 25 في حديث واثل المسقع، وهو والله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة 25 في حديث واثلة ابن الأسقع. فلذا هي تتنقل، ثم هو صريح تمسها في الوتر، والنبي إذا كان ما علمها فكيف يعلمها من بعده، كيف يعلمها غيره؟ ثم النبي قال عسى أن يكون خيرا. قال بعض العلماء هي تشبه ساعة الجمعة مخفية، هل هي مثلا وقت دخول الإمام للمسجد لصلاة الظهر، هل هي بين صلاة ما بين يصلي لصلاة الظهر إلى أن يفرغ من الصلاة، بين أن يدخل الإمام يعني الخطبة ثم الصلاة حتى يفرغ منهما، أو بعد صلاة العصر، أو آخر ساعة، أو آخر ساعة من يوم الجمعة وإن كانت، أو غير ذلك، أو هي ساعة متنقلة، الله على أقوال كثيرة، لكن أحرى هذان الوقتان لأنه ثبت بهما حديثان صحيحان، وهو اختيار علامة القيم رحمه الله في ساعة الجمعة. مسألة أيضا من المسائل متعلقة بالاعتكاف، هل يشرع للمعتكف طلب العلم؟ كثير من العلم يقول إن المعتكف يتفرغ لاعتكافه ولا يحضر حلاق العلم، ينشغل بقراءة القرآن والذكر، الاعتكاف عكوف القلب، فينشغل بالذكر وقراءة القرآن، وإن كان في الحرم يكثر من الطواف، كذلك يكثر من الصلاة في الحرم وغيره، يكثر من أعمال الخير والبر لأنه من العكوف. ومن العلم من قال يشرع له طلب العلم، يشرع له طلب العلم، وهذا هو الأقرب. وبالنظر في هذه المسألة، بالنظر في هذه المسألة يتبين ثلاثة أدلة عند التأمل فيها. الدليل الأول عموم الأدلة في طلب العلم، عموم الأدلة في طلب العلم، فهي لم تخصص حالا وحالا. ثم التمسك بالعموم هذا من أحسن ما يستدل به في كثير من المسائل. ولذا الإطلاقات والعمومات كان العلماء من الصحابة فمن بعدهم، الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، هذه طريقتهم. والإمام البخاري رحمه الله له طريقة بديعة في التمسك بالعموم، وأحيانا تكون الإطلاقات والعمومات أدلة قوية قد لا توجد في كتب كثير من الفقهاء، ويستدل بها في مسائل إذا تأملت قد تكون ظاهرة في هذا. ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيح: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. ثم ذكر قول ابن عمر أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بيمينه، لكن الدلالة الظاهرة ترجمة ذكر حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجب التيمم في تنعله وتطهره وفطوره وشأنه كله. البخاري رحمه الله يستدل من هذا الحديث ظاهر ترجمته، وإن لم يجزم قال باب، وإرادة للترجمة مع ذكر أثر ابن عمر واضح أنه يرى أن دخول المسجد يسن أن يكون باليمين، واضح، لأنه صدر بقول ابن عمر ثم ذكر حديث عائشة، وهذا معروف بالاستقراء كما يقول الحافظ بن حجر باستقراء طريقة البخاري رحمه الله. فهذا الحديث يعجب التيمم تنعله، فدخول المسجد من أعظم شأنه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يقال دال على ما شرع الدخول باليمين، وإن لم يرد الدليل الخاص لكن هذا الإطلاق يدخل فيه، لأن دخول المسجد وخروج منه من شأنها من أعظم شأنها عليه الصلاة والسلام. ويدخل المسجد ولهذا دخل المسجد له ذكر خاص، والخروج له ذكر خاص، فله شأن، الدخول للمسجد له شأن. فإذا كان هنالك ذكر قولي للدخول فلا بد أن تكون الهيئة أيضا مناسبة لحال الذكر، ولا أنسب من كون الإنسان يبدأ بالأيمن لأنه على حال ذكر، وإذا كان على حال ذكر وداخل المسجد فيحسن أن يبدأ بالأشرف من بدنه لأنه في حال شريفة، وهي
الذكر حال دخول المسجد، وكذلك حال أخرى شريفة كونه يدخل المسجد. وأنت حين توازن وترى في هذا ترى أن النبي يعني فضل اليمين، ويمين الإنسان أفضل من شماله، يمينه في جسمه أفضل من شماله، ويمينه في جهته أفضل من شماله. ولهذا قال الأيمنون الأيمن الأيمنون، يبدأ باليمين، من جليسك على اليمين هذا هو الأصل، وشقك الأيمن أفضل، تلبس وتبدأ باليمين وتبدأ بنعلك اليمين. فحال الدخول إن لم تكن أعلى فلن تقصر عن مثل هذه الأحوال، مع الإطلاق الموجود في حديث عائشة رضي الله عنها. فالقصد من هذا أن الإطلاقات لها شأن في الاستدلال للمسائل، ولهذا البخاري رحمه الله وغيرهم من العلماء يأخذون بالعموم، بل السلف الله عليهم والفقهاء، وهذا وقع لبعض العلماء مثل قاسم بن أبي بكر رحمه الله، استدل في مسائل كثيرة أو استدل في بعض المسائل بقول النبي عليه السلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، في بعض مسائل الوقف، مع أن النبي عليه السلام جاء بهذا النص ما يتعلق بأعمال يعني بالإطلاق، لكن العلماء يستنبطون ويأخذون من المعنى ما يستدل به لكل ما يدخل فيه بلا تكلف. ومنه كما تقدم عموم الأدلة في هذه المسألة الدالة على مشروعية طلب العلم، ولم تخصص حال، بل إن الحال كل ما كانت شريفة للإنسان كان طلب العلم أولى وآكد، لأن العلم عبادة وينتقل من عبادة إلى عبادة. دليل آخر فيما يظهر لي والله أيضا في هذه المسألة هو قول عائشة رضي الله عنها كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة، هذا يبين أن الاعتكاف المعتكف له حالان، حال يدخل معتكف يخلو بنفسه، وحال يكون لا يخلو بنفسه ربما يكون مع أصحابه، لأنه عليه الصلاة والسلام ظاهر حديث عائشة أنه يكون مع أصحابه، وفي الأظهر والأغلب والله أعلم أنهم يحتاجون إلى سؤاله والنظر إلى ما يفعل كما تقدم، وهذا لا شك مما يستفيدونه ويعلمونه من المسائل التي تخفى عليهم إما من رؤيته أو من سؤاله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ذلك الرجل وسأله عن ليلة القدر، وظاهر هذا أنه سأله معتكف، سأله وهو معتكف عليه الصلاة والسلام لما قال الليلة ثم قال القابلة، للنبي يعتكف كل عشر، فإذا قال إن ليلة القدر الليلة ظهر سأله وهو معتكف، وهذا من العلم، هذا من العلم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها الليلة حديث عبد الله بن أنيس قال علمني أو دلني على ليلة آتي فيها إلى مسجدك، أو قال اعتكف فيها، الحديث راجع لفظه لكنه ذكر له ليلة ثم قال أو التي بعدها، وهي ليلة يعني ذكره ليلة 23. فالشاهد أن سؤال لما قال ليلة واضح أنه في حال اعتكافه، لأنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام كل عام إلا تلك ذلك العام الذي خرج من اعتكافه لما قال آل بر يريدن. فهذا دليل أيضا على أنه كان يسأل. فإذا كان هذا إنسان جاء خارج المدينة وسأل النبي عليه السلام، فالذين معه من باب أولى أنهم يسألونه عليه الصلاة والسلام. أيضا دليل آخر ثالث في المسألة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج مع صفية، أن صفية كانت تأتي فتتحدث معه، فإذا كان جنس الحديث المباح مع الأهل لا بأس به، وهو أمر مشروع ومؤانسة لأهله وهو معتكف، فكذلك أيضا كان الحديث في العلم قد يقال إنه من باب أولى، من باب أولى. ومعلوم أن نساءه إذا جلسنا معه عليه الصلاة والسلام فإنهن لا يفوتهن شيء يعني يحتجن إلى سؤاله واستفتائه عليه الصلاة والسلام، وقد تكون إحدى تأتي وتسأله عن بعض الأمور، فلا يخلو عليه الصلاة والسلام من مجالس العلم مجالس الفائدة، مجالس العلم مجالس الفائدة، يعني قصد حينما تأتيه وتتحدث معه فليظهر أنه لا يخلو من هذا كما تقدم، يعني قصد أنه لا يقال إنه خاص بمجرد الاعتكاف والخلوة التي ليس فيها شيء مما يكون من مسائل العلم.
فهذه الأدلة ترجح وتدل على هذه المسألة كما تقدم. أيضا من المسائل التي يتعرض لها أن الاعتكاف في كل المساجد ليس خاص مسجد، ولهذا قال سبحانه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ذهب بعض العلم إلى الاعتكاف خاص بالحرم ومسجده عليه السلام ومسجد الأقصى، وهذا ثبت عن حذيفة رضي الله عنه. الصواب هو قول عامة أهل العلم، وأن ما ذكره حذيفة رضي الله عنه مرجوح، وحديث حذيفة رضي الله عنه رواه الطحاوي وغيره أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن ألا ترى إلى هؤلاء القوم عكوف بين دارك ودار الأشعري ألا تنهاهم، يعني في المساجد، وأن قد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال أو قال لقد علمت أنه لا اعتكاف في المساجد الثلاثة، جاء مرفوع وموقوف سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال عبد الله مسعود لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت. مسعود خالفه وبين أن هذا خلاف الصواب من حذيفة رضي الله عنه، ويدل له أن الحديث رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، ورواه عبد الرزاق عن سفيان مباشرة موقوف على حذيفة ليس مرفوع للنبي عليه السلام، وأن هذا هو الصواب في هذا الخبر أنه من قول حذيفة رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني القول بأن الاعتكاف خاص مسألة ثلاثة مخالف لظاهر الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد كلها، ثم العبادة الأصل عبادات العموم، ولو قال هذه العبادة خاصة بمسجد ومسجد أو لو قال خاصة بقوم دون قوم، لو قيل إنها خاصة مسألة ثلاثة كانت خاصة لمن كان لمن جاء إليها أو من كان نازلا عندها، وهذا خلاف إطلاق الأدلة وخلاف العموم. ثم العبادة، ثم اعتكاف عبادة عظيمة وسنة مشروعة، والنبي شرعها عليه السلام وعمل، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة في رسول الاقتداء والاتساء به عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم. مما ينبغي للمعتكف من أن يفعله، وهذا أمر معلوم بالاتفاق، أن يكثر من الطاعات وأن يكثر من أعمال البر والخير، وأن يحذر كما نبه العلماء وقد أكد على هذا بعبارات عظيمة وجيدة الإمام الإعلام القيم رحمه الله، أن يحذر من فضول الكلام والمخالطة، يعني قد يقع بعض إخوان المعتكفين في كثرة المخالطة والحديث وربما المبالغة في رفع الصوت وكثرة الضحك وأشياء تنافي حال الموجود حال المصلي في المسجد وآداب المسجد، ليس آداب المعتكف، هذه آداب خاصة فوق أنها آداب يعني تنافي الجالس في المسجد، ولا بأس أن يؤانس إخوانه ويحدثهم ويبتسم معهم، لكن أحيانا يحصل من اللغط وخاصة في بيت الله سبحانه وتعالى ومن رفع الأصوات أشياء تنافي حالا الجالس في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول امشوا عليكم السكينة، وأنت ذاهب إلى المسجد قبل الدخول امشوا عليكم السكينة عند البخاري والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وعند مسلم فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، هذا هو يقصد إلى الصلاة، فكيف إذا كان في المسجد وهو في اعتكاف؟ أيضا إذا كان أيضا في خصوص مسجد عظيم مثل هذا المسجد وهو المسجد الحرام فالأمر أعظم والأمر أهم فيما يتعلق بالأدب الاعتكاف وكونه يجتهد في استغلال هذه الفرصة، فهي أيام يسيرة، وما أعجل هذه الأيام وما أسرع هذه الأيام لمن الله عليه بالاعتكاف، وكذلك هذا أدب مشروع للمعتكف وغير المعتكف، لكن يتأكد في حق المعتكف. وآخر المسائل في هذا الدرس وهي هل يجوز للمعتكف أن يسافر للاعتكاف في مسجد من المساجد؟
لا بأس أن يسافر اعتكافا. وقد يتوهم البعض أن السفر لهالمسجد لا يجوز، لأن النبي يقول لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. نقول نعم، لا تشد الرحال، هذا استثناء مفرغ، يعني لقصد بقعة أو لقصد مكان، يشد الرحال لموضع يقصد تعظيم هذا الموضع، وليس المقصود مسجد، لأن المقصود هو أن تقصد بقعة مسجدا أو جبلا أو أي مكان من الأمكنة تقصد تعظيمه، فليس هناك مساجد على ونظر تشد الرحل لأجلها إلا ثلاث مساجد كما في الصحيحين. أما غير مساجد فلا. أما كون إنسان مثلا يشد الرحل إلى مسجد المساجد لأن هذا المسجد مهيأ مثلا الاعتكاف، أو هذا المسجد فيه قارئ يعينه على الاعتكاف في صلاة التراويح يحضر صلاة التراويح ويجد من همه النشاط، أو لأن هذا المسجد فيه معتكفون فينشط في الاعتكاف، فلا بأس. مثل ما يسافر الإنسان لمسجد، مثل ما يعنى عند بعض الدورات إقامة دورة في مسجد فلان بن فلان مثلا، إقامة دورة في المسجد الفلاني في أي مكان، تسافر للمسجد لماذا؟ لطلب العلم. فأنت ما قصدت المسجد وتعتقد أن هذا المسجد لو خصياء، قصد سافرت لقصد معين، مثل ما يسافر الإنسان للصلاة على الميت، أراد أن يصلي على الميت كونه قريب أو صديق أو له حق من حقوق، المقصود أنه سافر لأجل هذا، فهذه من الأمور التي لا بأس بها، وإنما الأعمال بالنيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.